أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا مشاهدي قناة اي بي سي العربية برنامج رواد الأعمال اليوم عم يستضيف مثل ما عودناكم رجل أعمال أو سيدة أعمال مميزين قدروا يفتحوا مشاريعهم وشركاتهم الخاصة فيهم قدروا يكونوا متميزين ولهم البصمة الخاصة فيهم بقلب أرض الإمارات العربية المتحدة مشان هيك مشاهدين رحبوا معنا بضيف حلقتنا لليوم الأستاذ وسام ضو وهو لبناني الجنسية صاحب مجوهرات لاكشوري دايموند يا مرحبا أهلا وسهلا فيكم أهلا وسهلا بلكشوري دايموند نحن مفتخر أنه نحن بأرض الإمارات ونحن اخترنا الإمارات هون لأنه هي البلد الأمن شيء بالعالم كلكم بتعرفوا انه دبي صارت من نمبر 1 هي بالعالم وكل شيء مسهل لنا بنشكر الشيوخ تبع الامارات آه الشيخ محمد آه بن زايد والشيوخ كلها اللي سهلونا لنا كثير قصص البزنس اللي سهلوا المعامله بين جميع الدول بالعالم نعم آه نحن اشتغلنا لنا 20 سنه بالامارات هون كثير كثير مبسوطين نعم بداية أعطيتنا شرح هيك بسيط عن دغري شغلك أستاذ وسام خلينا نعرف الأخوة المشاهدين من هو الأستاذ وسام ونحكي عن شركتك ما أنا جنسية لبنان جنسية جيت لهون سنة 2000 بلشت شغل اشتغلت شوي على صغير شوي شوي عم نكبر عم نكبر نحن شغلتنا أحجار ألماز اختصاصي ألماز بنجيب من, من كل دول العالم من روسيا من افريقيا من افريكا بلجيكا امريكا هلا صار عندنا ثلاث فروع نحن عنا بنيويورك فرع عنا بلجيكا وعنا بدبي ما شاء الله نحكي عن تاريخ تاسيسكم للشركه انا بلشت هون بالامارات سنه ال 2000 اوكي كانت نعم دبي كثير فيها سواح عم بتزيد يعني كل سنه عم بتزيد اكثر واكثر السياحه وعم بتزيد العمار فيها. نعم. وفي كثير اقبال على المجوهرات هون يعني صارت سيتي اوف جولد اوف دايموند كل العالم عم يجوا يعملوا شوبينج للألماز من هون من, من الامارات، نحن قررنا نفتح كذا شغله بالامارات الورك شوب اللي عندي اياها فتحت ورك انا فتحت مكتب وفتحت سوق جمله كمان كله كله عم عم يتحسن الشغل ما شاء الله بنحكي آه، عن الخدمات اللي بتقدموها يعني اليوم كمجوهرات كثير بتلاقي صعوبه ما بين السيدات لاختيار قطعه مميزه، اليوم خدماتكم هل في تصاميم جديده بتعملوها بالسوق او انه ممكن تصمموا ايضا للنساء حسب طلباتهم؟ اكيد المجوهرات هي عالم ثاني يعني اذا بتفوتي بعالم لا. المجوهرات قد ايه عندك عندك 2000 قطعه 3000 قطعه الزبون بيجي بده شيء معين يعني من 3000 قطعه ما عجبه ولا قطعه بدك انت تصممي له شو بيعجبه الزبون نحن من هون عندي حجار اوكي بفرجيها الحجه بنمشي بالديزاين تبعها بيطلع معنا تقم وبيطلع على ذوق الزبون. حلو، شو اللي ميزكم اليوم في ظل انه نحن بقلب الامارات العربيه المتحده في اكيد شركات مجوهرات كتير منافسين لكم، اللي ميز الاستاذ وسام وشركته؟ انا ما بعرف الزبونات عم بيحبوا عم بيحبوا الديزاين وعم بيحبوا التعامل معهم، بعدين عندك الثقه يوم الزبون بيروح على محل مجوهرات اكيد لازم يكون عنده ثقه، ليه؟ يعني عندك زبون بيجا لعندك 20 و30 سنه ليه؟ لانه بيوثق فيك، مجوهرات هي ما لها سعر، انت بتحطها السعر وانا على طول بعطي السعر المضبوط يعني بيشتري الزبون من عندي بيكون بامان، يعني بيروح تبيع بيربح فيها ما بيخسر فيها. نعم. طبعا اكيد كلاكشري دايموند اكيد في عندكم خطط مستقبليه جديده اكيد صحيح. نحن شو نحن مش خطه نحن عم نوسع كل دو... الدو... عندنا ثلاثه بالعالم اوكي قلت نيويورك بلجيكا دبي نحن عندنا التوسيع اللي رح يكون كل العالم بدنا نفتح بكل العالم لو مكتب صغير او شغله صغير بس بدنا نفتح بكل العالم تنرافق الزبونات تبعنا خلينا نحكي عن نعمة الأمن والأمان اللي بتقدمها الإمارات العربية المتحدة بالإضافة لأكيد التسهيلات اللي عم بيشو... عم بتشوفوها كمستثمرين بقلب البلد. نحن نشكر الشيوخ الامارات بنشكر الافراد بنشكر الشرطه كمان امنتنا الامان لانه شغله المجوهرات بدي كثير امان فيها انا بحمل المجوهرات بمشي على الطريق ما بتحس انه في حدا لاحق او بخطر كل شيء في امان هون الطرقات فيها امان المباني فيها امان اكيد بنتمنى لكم التوفيق بافتتاحكم وين ما حبيتوا تفتحوا اكيد بكل دول العالم لو اليوم مشاهدينا حبوا يتواصلوا مع لاكشوري دايموند كيف الآلية التواصل ولوكيشن لمكتب حضرتكم؟ ما أكيد عنا على الإنستغرام وعنا التليفون نمبر وعنا عنا الأرقام اللي عنا إياها فيهم نعم. يتواصلوا معنا نعم بكتر على الواتس أب عم يبعت لي على الصورة عم خلص له الأيتم تبعه بيجي بيستلمها من رايحه كتير نعم اكيد كل الكلام اللي حكيته استاذ وسام جميل ما يخص اكيد عملك نحن نشكرك كل الشكر على ظهورك معنا اليوم ببرنامج رواد الاعمال وبنتمنى لك اكيد التوفيق بمشاريعك القادمه يا رب وتكون فاتحه خير عليك اهلا وسهلا فيكم انا كمان بسطت فيكم تعرفت عليكم و, و... Good luck. Thank you. أما هلأ هيك مشاهدينا بنكون وصلنا نحن وياكم لختام حلقتنا من برنامج رواد الأعمال نلقاكم كل جمعة وسبت تابعونا إلى اللقاء